يعتبر الاقتصادي جوزيف أول من أعطى تعريفا للريادي، حيث عرفه بأنه الشخص المبدع الذي يحدث تغييرا في الأسواق من خلال تنفيذ أو ترسيخ معادلات جديدة، ويصف الرياديين بوكلاء التدمير الخلاق، حيث أنهم يقومون بتعطيل حالة التوازن للسوق عن طريق طرح منتجات ابتكارية جديدة يحصدون من ورائها أرباحا كبيرة ويحتكرون الأسواق لمدة معينة. فالريادي بسبب دوره التجديدي والابتكاري يتحكم في الدورات التجارية والتطور الاقتصادي.